صباح الخير عليكم، كي صبحتوا؟ كل شيء بخير، امور هانيه؟ كي درتوا مع الدخول المدرسي؟ الوليدات ولفوا شويه ولا مازال؟ انا صراحه عندي الصغير اللي مازال ما ولفش، وتجي دائما واحد الحاله نفسيه في البدايه ديال السنه الدراسيه، تبدا تضروا المعده، يضروا مصارنو، بحال تشدوا الخلعه دائما، سورتو داك العام عرفتي ما قراوش تقريبا العام كامل مع الكونفينمون، ما كنتش صيفطهم، يعني جا بحال يلا غادي يدخل اول مره في حياته ليكول، شويه صعيبه القضيه. وكدرتو مع الضفاطر والتغلاف ديال المقررات، وبديتو شويه الخدمه مع الدراري ولا مازال؟ حنا بدينا، بداو التمارين، بداو الحفاظه، بداو يعني داخلين فعلا موجدين. اي والله يعاوننا على هاد الوليدات وصافي هادشي اللي كاين. المهم حنا دابا راه خرجنا هاد الصباح، خليت الدراري مازالين ناعسين حيت مازال شويه الحال. غادي نمشي نفطر انا وراجلي، وابخي غادي نمشي نجيب واحد السلعه صيفطها ليا خويا من فرنسا، وبقاو معايا تمشيو فين. وها هو الفطور ديالنا، يلا وصل. عاوش لكم اليوم راه حطمت الركور 10 ومازال ما فطرتش، معدتي راه تزغرغر. يلا بسم الله. يلا سالينا الفطور وخرجنا من القهوه، صراحه معجبنيش الفطور بزاف، كذب عليكم، خاص شويه ديال الكاشير، شويه ديال تيكون واحد لي زوبسيون زايدين في الفطور. صراحه انا اللي اختاريت فطور ماروكان، يعني مسمل بطبوط ما عندهمش، تنبغي الحسوه ما عندهمش، يعني فحال اللي صدقت فطرت غير بمسمنه واتاي وشويه خبيز هكا غريي مع زيت العود، بحال اللي تنفطر في داري، وانا كنت غنفطر بحال هكا في قهوه، دونك نبقى نفطر هكا في داري نيت، دونك جي باي مي ما فطرتش بزاف، حدي شربت واحد شويه العصير مع، المهم ما عجبنيش. قلت المره الجايه غنمشي للقهوه اللي تعجبني انا، اللي فيها داك الشيء اللي تيفتح لك الشهيه على الصباح. ودابا غادي نشدو الطريق باش نمشيو عند السيد اللي وصلت عنده السله باش نجيبوها. ودابا يلا وصلنا لسباته، وكل محل ديال اللي تيجيبو السله راه مشى هشام باش يجيبها. واحد الحراره ما نعاودش لكم، كنا جايين في لوطوغوت، والطريق اللي غنطلعوا لسباته كانت محبوسه، يعني اضطرينا نطلعوا من جهه سيدي عثمان، وعاد هو اللي تعرف، انا بصراحه ما عرفتش داك البلايص منين داز باش وصلنا هنايا لسباته. ايوا صافي دابا راه تنتسنى فيه يمشي يجيب الساك، الدراري راه غيكونوا دابا تقريبا فاقوا، يمكن خصنا ناخذ الساك ونرجع للدار نحطوه يفطروا الدراري يلبسوا، وعاد نخرجوا شويه عارفين اليوم الحد. ها هو راه جاب الساك. وهذا هذاك صورتي؟ اش نصور؟ اش نصور؟ صور نتصور معاه. ايه صافي حنا يلا دابا رجعنا للدار، نبدا نحل بلا ما تشوفوا الدار، بلا ما تشوفوا الدار مازال مرونه، حدو غير هاد السدادر اللي كنت شريت مازال طلامط. يلا عند الخياط يلا غادي يجيو، ما بغيتش نحرق لكم المفاجاه حتى تشوفوا كل شيء في طبقه واحده. هادو البونش كنا خديناهم من ريش بوند، منين خدينا ريش بوند؟ ياك ريش بوند اللي كاين هنا في عين السبع، اربعه البصمات ياك، هادو هيشام اربعه ديال البصمات هادو، تيتسماو الهمه، سميتو الهمه هاد البونج هذا، وفريمون غزال بزاف، تقريبا هو اللي يعني ماشي رخيص بزاف، نقولو الدوزيام الدوزيام على اللي رخيص، هو الثاني في المرتبه الثانيه، حيت كاين ماغلا كاين واصلين حتى 1500، كاين عرفتي شي اثمنه ما نعاودش ليكم، هذا شويه ثمنه فايت الاول بشويه، يعني كاين مقل من هذا الثمن هذا اللي خدينا به هذا، مي فريمون واعر بزاف وزويون عجبني. ما باش نحرق لكم مفاجاه حتى يتلمط البيت ان شاء الله، ويتلمط الصالون وندير الريدو باش نوريكم الدار كامله. خلينا دابا غير في الساك. شنو هذا؟ هذه سردينتك؟ هذه ديالك غادي تكون، شحال نشوفها من النمره غادي تعرف. واش ديالك ولا ديال بابا؟ هذه وبيضه 40 انتيير ديالك، هادي ديالك لا بابا تيلبس 40 42، هادي صيفطها لهشام
واو واعره هشام، هادي كانت قديمه عنده. دوماج متلبش قدك، انا عارف اللي تنموت على بعض الدعس. ها نتوما البنات، انا راهي الله خديت هادي ومازال عيني في هادي. هادو البنات دي تروس ديال المكياج، راه مصيفط ثلاثه ليا وماما اختي. ها انت راه داير العدل العدل. زوينين. وهذه اللي تنتسناها البنات، بواطه ديال المكياج. شوفوا 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 شوفوا، لا ما قطعت، واعره هاد الماركه البنات. شوفوا عاوتاني هاد لي تخوص، هادو كلهم لا مارك طاخت. شوفوا شحال زوينين، حمقوني شوفوا. ايناس راه ناضت ناضت من النعاس، سمعت داكشي جاية تنوض. اش واقع اش واقع؟ شوف تتبيع في القيصرية انت، ما حاطة السلعة حدا. وهادو شوفوا هاد لي سيرفيات البنات، مع هو كان مؤخرا في البرتغال وجاب لينا هكا دي سوفونير زويونين. شحال زوينين هاد لي سيرفيات، هادو مكتوبة فيهم برتغال، واحد اخرين مكتوبة فيهم بورتو. شحال زوينين هاد لي سيرفيات فنين. وين كاين تبقشي هنايا كاين ما يدار. شوفوا هاد لي روج ا ليفغ هادو طاخت، هادو عرفتي زوينين، دايرين فحال اون كريم. الا كانوا عندك هكا لي جيرسور في لي ليفغ ديالك، يعني كانوا مجروحين ولا هكا، فاش تديرو يعني ترطابو به لي ليفغ، شوارب ترطابو، وفي واحد لا كولور بارده تيرجعهم غير غوزي وما تيبانش بزاف، عرفتي؟ وريحتو دايره بحال شوين غوم، داك فليو اللي تنشريو منت، والله حتى بحال بحال داير بحال تاكل شوين غوم، ولكن زويوين. وهذا حتى هو ماسكارا البنات ديال طخت. المهم هاد لا مارك راه واعره هشام، راه مازال يقاد ويستف. مازال تيقاد. كما قلت لكم البنات، نريكم اش درت في الدار، لان طلامت مازال ما جاونيش اصلا. يعني هو كان قال لي مازال واحد اليومين ثلاث ايام غادي يكونوا واجدين، هذا باش نتسناو. ولهذا ما بغيت نوريكم حتى شي حاجه حتى تشوفوا كل شيء ابخي. تنوجد الدار كامله، اون بليس مازال حتى ولادي اسماعيل كان عنده عيد ميلاد الشهر اللي فات ما درتوش ليه، كان جا مع الديميناجمون ومع خرجنا ومن الدار وكان الرحيل وكان هذا، وجا في داك الوقت ديال لانيفيرسير ديالو ما درتوش ليه. دونك خليته قلت ليه حتى نديرو ليك في الشهر الجاي مع اختك اللي هو هذا اكتوبر، وايناس عندها لانيفيرسير في 14 في هذا الشهر هذا، حنا اليوم 10 شهر 11. المهم ما بقى ليها والو، خاصني ناخذ لهم دي كادو بجوجهم كل واحد وعلاش طالبني، وندير لهم واخا غير شي حاجه هكا بيناتنا. وتنتمنى على الله انه يكون الطلام تجاوني وداك الشيء، باش كومصا يكون البيت زوين ومقاد. هذا ما كان البنات، خليكم معنا النهار مازال طويله ديال الله 12. دابا الدراري راه ناضوا غيلبسوا داك الشيء وغادي نعاودوا نخرج. ودابا يلا خرجنا من الدار. المهم شوفوا راني هازه معايا كاع المخاد ديال الدار، حيت بغاهم الخياط، حيت انا كنت دايره غير مخاد صغار. دابا المخاد اللي درت ديال الصالون كبار، فيهم 85 وقيله مع 90، يعني خاصو يزيد ليا فيهم داك العماره ديال الداخل، ويبدل كاع هاد الجوال بيض كامل خاصو يتبدل، لان ما صالحش. انا كنت دايره غير الصغار، ما عرفش كوم واحد التماره باش لوين هذاك المخاد في السكوتش والغبره الحساسيه، وطلعنا دابا هكا كامل في الطوموبيل. شوف شي هنا اللور، شوف الكوفر، هما الدراري راه قاعدين مزاحمين. يلا عندهم نحطوهم عند الخياط وابخي عاد غادي نخرج ان شاء الله. المهم دابا البنات انا يلاه جيت للمحل، اوموا بعدا راه الخياط شاف داك المخاد اللي جبت ليه، ما قال لي داك العماره اللي لداخل ماشي هي اللي خاصها تكون، يعني ما خداماش ليا، خاصني داك لاواط اللي بحال اللي تيكون اونتي اش تيقول لي اونتي ريشبوند، ديال ريشبوند اليرجيك، اونتي اليرجي، تيكون زعما ضد الحساسيه، تيكون بحال هكا محبب. دونك قررت انا دوك المخاد كاملين غادي يتحيدوا، ما غاديش يبقاو، وغادي نديروا مخاد اخرين بعماره اخرى بثوب اخر بكلشي. المهم ها هو دابا السيد معايا مول الحانوت، السيد حبيب ياك حبيب. ها الحانوت ديالو. المهم راه داكشي عنده غزال بزاف بزاف. ها هو داك اللواط اللي قال لنا هذا اللي محبب نورمالمون،
هو اللي تيتخلط بالبونش. دونك هذاك اللي عندي انا سا مارش با، يعني نحيد هذوك المخاد دابا كاملين. المهم هنوريكم دابا التوابات اللي عنده، باش نقلب لا كام باش تشوفوا كاع لي موديل اللي عنده. شوفوا هاد لي شانتيون ديال هاد المخده هادي شحال غزاله. المهم الحانوت راه كاين في الحي المحمدي في ام الحسن. هو الاخت اللي خدات هو هذا. انا خديت البروكار، ها هو. وانت غنبقى معاك ان شاء الله تدخل. واخا انا كنت باغي ندير لهم مفاجاه تاع فرشتينا دابا. وهما شوفوا التوابات هادو اللي حمقوني انايا، اللي قلت ليه لا بروشين فوا هما اللي غادي ندير ان شاء الله. واخا عرفتي راهم غاليين، ولكن راه ها الخديه هاهي لي شونتيون ديالهم. شنو سميت هذا؟ هذا مطروز. مطروز هو ما كتخدمش فيه هو بزاف، كتخدم اكثر هيك ديال السامبل. تيجي دار هكا ودار هكا. غير فاس من هذا، وكدير من دوك المضمات اللي كتجي الوسط ديال الخديه. المهم ها هما التوابات. هذا داك النعطه وجات سولات عليه واحد السيده، وانا هنا ارتيزانال شي حاجه بلديه. المهم ستيلات واعرين. شوفوا هاد الحمراء البنات، واو. هذا ان شاء الله هو اللي باغا نبدل انا بهذا الستيل ان شاء الله لا بروشين فوا. المهم راه الحانوت ديالو غزاله، وراه جا في حي محمدي فم الحسن. المهم اللي بغى يشوف المعلومات راه نخليهم لكم في لي كومونتير ولا في ديسكريبسيون، وغتعرفوا عليه كل شيء ان شاء الله. شوفوا حتى هذا الموديل هذا. وصافي هكا البنات، دو توت فاصون راه قرب يكمل ليا كلشي تقريبا ان شاء الله. ماغدي ولا ميركودي يكونوا واجدين باش نوريكم الصالون كامل كيفاش غادي يجي، وغايجي ان شاء الله مع لانيفرسير ديال الدراري. يلا نخليكم دابا كملوا معايا النهار. ودابا البنات حنا شدينا الطريق المحمديه، يلا وصلنا. جينا ناكل اللوتس، وحاجه تسمعوا لي مزيان لان كاين واحد مجموعه اساس غادي هنايا. كاينكم ميشا مجموعه امازيغيه، غادي تسمعوا لي مزيان. المهم غادي نتغداو ان شاء الله اللوتس، وبقي غادي نمشي اسواق السلام. بقاو معايا. شكون اللي تيموت على هاد لاصوص طوماط هادي اللي تيحطو؟ أنا عندي واحد سمعيت تحط على هاد لاصوص طوماط. أنا عندي أنا لاصوص طوماط صافي. صافي، هاي حتى إينس. أنا معنديش مع هاد لاصوص، نبغي هاد لاصالاد هادي ديال مطيشة وبصلة. هاهي الفايلة جات، هادي اللي تتحمقني صراحة أنايا، عزيزة عليا بزاف. هي قولي بخيت. هي ما يمكنش نجينو ما ناخذش البايلات، فريمون عندهم غزاله بزاف. واحد حتى بدات تتاكل عاد تفكرات راه خاصها تطور. المهم هما لي بلا يلا جاو، واخا بدينا فيهم ما عقلناش عليهم. ايناس ما فكراتنيش، ايناس ما مسالياش. ودابا يلا دخلنا للاسواق السلام. كنا جالسين بعدا فهاديك الجريده اللي كنت صورت داك النهار، لعبوا الدراري شويه. دابا جينا الاسواق السلامه، نضربوا فيها غير ان بتيتو نشوف واش كاين شي جديد. ومع انا عندي داك لا كارت فيداليتي ديالهم، كل مره تيبقاو يصيفطوا لي واحد 50 درهم لو بغيتي تاخذي بها شي حاجه. داك النهار شحال هادي دابا شي 2 سيمانات باش صيفطوا عليا. كنت هنا نيت ساعه لقيت السيستيم خاسر، ما خديت بها والو. ودابا وصلت للمحمديه اسواق السلام، كنت غنضرب دويره نشوف واش تبان لي عاوتاني شي هميزه ناخذوها، و ميم طون داك 50 درهم ناخذ بها شي حاجه. واخا ما تجي فيها والو، راهي بسكويات للدراري وصافي. ولكن بحال اللي تيديروا لك هذاك لو بيتي كادو اشاك فوا، زعما راه كيفيدال عندنا تتقدم عندنا دائما. شوفوا البنات هذا الكاغولان ولا كارولين، و كارولان هذا كنت لقيتو داك النهار في كارفور، دايرين لهم جوج ب 49 درهم. دابا هنا في اسواق السلام مازال غير واحد ب 39 درهم. داك النهار تصيدت ما خديتهمش، والله كانوا دايرين جوج ألف ريال قفية الحال. جاي عطش البنات، تكون عطش 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 عطش. المهم شوف بدات تكون شويه ما باردهش بزاف وما سخوناش بزاف. عطش تقريبا ما لقيت والو البنات، ما خديت شي حاجه، خديت غير هاد. شوفوا هادو ديال بوب كورن، وحده بوب كورن وحده ديال شيبس. هكا تخوي الدراري هنايا بوب كورن، ولا تدير تخوي لهم لي سارشي ديال شيبس. هادي زوينين، دير لهم 7 دراهم الوحده. هادشي اللي خديت، ما خديتش شي حاجه. هذا غنمشي لبلاصه الكاشير. المهم دابا نشرب بعدا بلاصه الكاشير وبلاصه لافينوازغي، نشوف شي خبيز ولا شي حاجه.